دين سماح مرحبا. نعرف اللي صار ماهوش سهل. أنا حتى حد ما نجم يكون في بلاستيك باش يحس اللي قاعدة تحس فيه انت توا. مانيش مصدقة. كل يوم نقول إن شاء الله تطلع حلمة. أما الله غالب. عرفت لي فرحتي باش تقعد ناقصة. طلعت صعيبة تتعدى. وبقلت ربي القانون ياخذ لك حق راجلك وحق ولدك اللي ضاع. واللي عمل لازم يخلص. هذيك علاش جيتك؟ هذا جلسة قربت ومشي خو أقصى عقوبة. هذا ما فيه حتى شك. ما جيتكش باش نثبت اللي بارم باش تحكم. أما جيتك نحبك تعاوني وتنصحني. ننصحك شنو؟ نحب نسامح. تسامح شكون؟ سامح بايرم اللي قتلك راجلك؟ باي بايرم اخوه. معليش على خاطر نحبه. انا غالب غلط عملها بشي دفع على أخوه. بالعكس نعرف بايرم رجال وقلبه كبير على الآخر. شوف مدام، إذا رأيك رغم لي أنا مانيش موافقك، أما قانونيا حتى كان أنت تحب تسامح الحق العام ما يسامحش. التهمة ثابتة عليه وبتصاور. زيد المرحوم رجل الأمن، وهذا قضية حساسة، قضية رأي عام. معناه ما فهم حتى حل باش يمنع؟ مستحيل. Thank you.
قضية عدد 32610 حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا على المتهم بدر بن منصور بن صالح بالسجن مدى الحياة. قضية عدد 41005 حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا على المتهم إبراهيم بن منصور بن صالح بالسجن مدة 10 سنوات. كما حكمت المحكمة في نفس القضية على المتهم شبيرم بن منصور بن صالح بالإعدام شنقا حتى الموت.